الخميس والموعد مع دكتورة حمدة حسين السيد، وقراءة جديدة في تراث شعر عظيم ورائع للشاعر الكبير الأستاذ حسين السيد. الدكتورة حمدة، احنا دي محاولة لأن حضراتكم لأول مرة هتسمعوا الشعر. احنا سمعتوه في أغنية، سمعتوه في معاه موسيقى ومعاه مطرب وفي أداء، انما الأول مرة هتسمع ده، ودي رؤية تانية. الهدف من ده ايه؟ ان احنا اولا بنحافظ على تراث محطوط امام حضراتكم، انما الهدف الحقيقي بعد الانهيار الشديد اللي حصل في الكلمه او الاغنيه المصريه، حضراتكم تبقوا الحكم. لما هتسمع الكلام ده هو مجرد من غير اغاني، هتبتدي تاخد بالك من المعاني، هتبتدي تاخد بالك من المرادفات، هتبتدي تاخد بالك من احترام الشاعر للمستمع، هتاخد بالك من الحاجات دي كلها. هتقول احنا مش عايزين الاداء، هو ده الحاجه الوحيده اللي هتقضي على الكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه دلوقتي. دكتوره حمدة، مساء الخير. مساء الفل. ازي حضرتك؟ الحمد لله، الف سلام. الله يسلم. نبتدي منين الحكايه؟ نبتدي من الحكايه، من تساؤل حضرتك عرضته في الحلقه اللي فاتت. كنت بتقول يا ترى حسين السيد كان بيعيش هذه التجارب كلها؟ يعني هل هو معقولة كان ماشي مع واحد صاحبه وفاكرين ان في بنت بتضحك لهم، وهو برضو اللي تقمص دور المرأة؟ فأنا النهاردة حارد أربع أغاني طويلة في الأول، مش طويلة قوي، هي حوالي 10 دقائق أو 12 دقيقة الأغنية منهم. هم نفس الموقف اللي هو في معظم الأغاني العاطفية، الهجران، يعني واحدة سابت واحد، واحدة واحد ساب واحدة. لكن هنشوف إزاي الأربع ردود أفعال اختلفوا من رجل لرجل، ومن رجل لامرأة، ومن امرأة لامرأة. يعني الدكتور حمدة عايز يتوضح هنا، عشان دائما بيقول أن الشعر العظيم هو ما ينم عن تجربة عاطفية حقيقية أو تجربة حقيقية، ده بيتقال. فلما يجي شاعر، واحد شاعر عاطفي بيكتب شعر، معقول هيحب كل الحب ده كله والمواقف دي كلها وبيحط نفسه مكان، يعني دي كلها هيعيش كل هذه التجارب؟ هل هيعيش كل هذه التجارب دي؟ تبقى حكايه يعني. فهنبتدي باغنيه جميله جدا، لا مش انا اللي ابكي، للاستاذ محمد عبد الوهاب، واحنا اتكلمنا عن سببها قبل كده. قلنا اي كمل. لو جرى عليا ما توقفيش الا ومش انا اللي اجري واقول عشان قدري، ولا ليا حق معاك، لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى عليا هواك، ومش انا اللي اجري واقول عشان قدري ولا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك جاي، انا قلتها كلمة وكل شيء اسمك ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وعايزني ارجع تاني لا هرجع لك. فاحنا قلنا ان الاسم كان له قصة، قلناها قبل كده، وانه كانت مشادة عادية بين الوالد والوالدة، وقالت له لا مش انا، لا مش انا اللي تقولي كده، فقد كده عجبه الكلمة وحس فيها بالعزة النفس وبدأ بها هذه الاغنية اللي هي كلها كبرياء وكرامة. فشوف رد الاستاذ عبد الوهاب على اللي اتعمل فيه من هجران واهمال، فبيقول ايه؟ لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جار علي هواك، مش انا اللي اجري واقول عشان خطري، وانا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هتركك، انا قلتها كلمة وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلب خان الامل، وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا. شوف الاصرار والمبدأ اللي عنده، انا قلتها كلمة وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك بلا رجعة. يعني بيعاتب بقى وبيقول ايه؟ من كام سنة لما دار الهوى بينا، فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه، اشمعنى انا عهدك صنت ورعيت ودك والعمر داب حواليه، لكن اللي بيحبك ملوش تمن عندك واللي غالي يرخص لي، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، وعايزني ارجع تاني لا،
فشوف الواحد حاسس بقيمة نفسه قد إيه، متملك من الموقف ومن زمام الأمور ومستبيع يعني قصاد عزة نفسه وكرامته، ما فيش حاجة. ده رد الفعل عشان يهمني هنا ان احنا هنربط بين ردود الافعال. لما بيجي بيعاتب تاني بيقول انا مش بعاتبك دلوقتي، انا بدي اقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول. شوف السبب بقى، غيروك، علموك، تنسى وتبيع اللي كان، تنسى ليه بعته، ليه، فين حبيبي بتاع زمان. كلمة حبيبي بتاع زمان دي هو اللي بدأها، وقد كده تحس كلمة جامعة شاملة لكل الصفات الجميلة في هذا الحبيب لما كان فعلا حبيب، من وفاء ومن إخلاص ومن حب ومن تقدير. فبيقوله أنت اتغيرت، فين حبيبي، أنا عايز حبيبي بتاع زمان، فين قلبك من حبي، ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي يشارك قلبي. دي برضو اللي ساكن، يعني زي ما ناس يبقوا بينهم وبين بعض عشرة طويلة، هما ساكنين مع بعض لكن مش مشاركين بعض، فعشان كده بيقوله كان مشاركني في عمري لكن نسي يشارك قلبي، يبقى ما انتش موجود. لو انت كده يبقى ما انتش موجود. وبيرجع تاني يقول ايه، ما قدرش يعرفني، ما عرفش يفهمني. وعشان ايه ما عرفش؟ ده ذنبك مش ذنبي، مش ذنبي. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك، انا قلتها كلمة وكل شيء اسمه، ودي اسمتي وياك. دي لا مش انا اللي ابكي، اللي انا برضو بحس انها هي دي اغنية الكبرياء جدا، منفردة في هذا الشعور، وان واحد فعلا نفسه اهم من اي حاجة تانية، يعني مش مستعد لاي نوع من التنازل. هنيجي بعدها لاغنية اخرى اللي هي اغنية جبار، احنا هنسمع نهايتها مش بدايتها. نهايتها فانا اذا يعني علشان نهايتها مؤثرة جدا نفسي نسمعها. يعني اكتر البداية طبعا، كل الاغاني اللي انا مختارهم دول على فكرة الاسم نفسه فيهم غريب جديد. لا مش انا اللي ابكي، جبار، حد يقول على حد بيحبه جبار؟ يعني غريبة شوية. انما بيقولك هو ايه، على فكرة الاستاذ الموجي الصغير بيقول لي صرخه عبد الحليم في الاول بجبار هي الامتحان لاي صوت جديد، اللي هيقول جبار زي ما عبد الحليم بيقولها يعني دلوقتي امتحان الاصوات الجديده بيها باغنيه جبار. انت حضرت اخر اغنيه ولا لا؟ احنا سنتين نتكلم. لا احنا هنتكلم وهنوصل لها، هم يساعدونا فيها. فبيقول جبار في رقته جبار، جبار في قسوته جبار، خدعتني ضحكته وخانتني دمعته، وما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تخون بالشكل ده، ولا كنت اصدق قبل النهارده ان الحنان يقدر يكون بالشكل ده. عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش. كان بيقول لي بحبك، ايوه كان بيقول، وانا من لهفة قلبي صدقته على طول. هنا الارتباط كمان بالفيلم يا استاذ ابراهيم. في الفيلم هي كانت في معبود الجماهير، فعبد الحليم كان بيحبها في صمت. فشوف هنا يعني معناه انه اول ما هي اشعرته بحبها هو ما صدق. فالكلام هنا مرتبط جدا بقصة الفيلم. كان بيقول لي بحبك، ايوه كان بيقول، وانا من لهفة قلبي صدقته على طول. كنت اشوف واسمع واحس بقلبه هو، كنت عايش مش عشاني، عشانه هو. يا معلمني الحب، يا ريتني ما تعلمته معاك ولا شفته. ليه تخدعني؟ ليه خلتني انسى الدنيا واعيش في حلاوته؟ ده ما كانش فيه اتنين زينا، شافوا اللي شفناه في حبنا. بص بقى اجمل صورة لتقارب بين اتنين، في اكتر من كده، الحلم كنا بنحلمه ونكمله من بعضنا. يعني واحدة تصحى قبليه بساعة فتقول له طب قول لي بقى حصل ايه بعد كده. يعني قد كده التقارب. الحلم كنا بنحلمه ونكمله من بعضنا. ليه تصحيني في وسط الجنة بنار ودموع؟ كنت ارحمني وسيبني شوية اعيش مخدوع. نأتي للثورة والغضب اللي عايزين نسمعهم. احنا للاخر المفروض الحته عايزين نسمع دي. اللي بتقول ابتدي انا اقول الحب ابعد عن طريقي، اي حب جديد يا ويلو يا ويلو من حريقي. لو حصادي قلبي مخلص مش هقابل، هو
حبحب واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادف قلبي مخلص مش حامل وصوله. وانضحك بعيني حبحب واخدعه ويمكن اخونه. زي غيرنا ما باع نبيع عمر الهوى وعهده. زي قلبي ما باع تضيع. تحس هنا يا استاذ ابراهيم بثورة شاب محروق، ده غير عبد الوهاب صح؟ لا تتخيل عبد الوهاب بيغني يقول كده، قال بيقول للحب يبعد عن طريقي، اي حب جديد يا ويله من حريقي. لو حصادف قلب مخلص مش هامن له وصونه. وانضحك في عينيا هضحك واخدعه يمكن اخونه. ده رد فعل عبد الحليم. يعني انا هنا عشان كده بقول الكاتب بيشوف مين بيؤدي. عبد الوهاب قال لا وخلاص كل واحد حاله. وعبد الوهاب متملك للامر جدا وراجل ناضج عنده خبره ومش همه خالص، هي مش فارق معاه. يعني هو مهم هو، لكن ده شاب غضبان سائر محروق. فبينتهي الامر انه بيقول ايه؟ زي عليا وعلى اعدائي. بيقول ايه؟ زي غيرنا ما باع نبيع عمر الهوى وعهده. زي قلبي ما ضاع تضيع كل القلوب بعده. شوف الـ 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 النهايه الـ 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 يعني بيبتر الحب من حياته. جاء هنا بقى موقف الاستاذ حلمي رفله الله يرحمه مخرج الفيلم، جاء قال لهم لا يا جماعه انتوا هتتاكدوا على الفيلم نهايته سعيده وعبد الحليم هيرجع لشادية، انا عايز نقطه رجوع مش عايز النهايه تبقى كده. فانهاها حسين السيد بيقول ايه؟ ولا اقول لك لا يا قلبي ليه نلوم على الحب ليه؟ ده اللي خانك خان شباب الحب وجار عليه. يعني انا والحب وانت كنا لعبه بين ايدين. فحصر الخيانه وحصر الاحباط فيها هي، لكن مش في كل الحب عموما يعني. فما اعلنش الحرب على الحب كله. النهايه دي اضافها حسين السيد ولكنه لم يقتنع بها، وقال ده مش راجل، رجع في كلامه. قال ايه؟ ده مش راجل، رجع في كلامه. يعني قال لا انا مش مفروض، انا كنت عايزه يبقى ايه النهايه الحاسمه، اللي زي غيرنا ما باع نبيع عمر الهوى وعهده. زي قلبي ما ضاع تضيع كل القلوب. بس يعني انا مش عارف هل هو حقيقي ان كل واحد ممكن يحصل له التجربه دي، هيقلب القلب السوداء دي كده؟ ما هو عشان كده انا الاغاني اللي انا جايباها عشان نقول ايه؟ ما هو في انماط بشريه ممكن. احنا مش كلنا زي بعض. نعم. فرد فعل الاستاذ عبد الوهاب غير رد فعل الاستاذ عبد الحليم. نعم. حتى من الناحيه السنيه ما تتخيلش الاستاذ عبد الوهاب بيقول الكلام ده. انا هنا عشان كده بقول ان الشاعر مش مجرد كتابه وادوات وموهبه، هو كمان الفيلم كله اكيد. احنا مش بنقول المثل الدارك صوابعك مش زي بعضها. ففي اللي لن يتنازل وهيحس ان كبرياءه وكرامته فوق كل شيء، وفي واحد تاني الـ الخيانه دي هتؤثر فيه ويعلن الحرب على كل واحده ويتعقد. بتحصل برضو. على فكره جبار من الحان الاستاذ الكبير محمد الموجي، المقدمه الموسيقيه رائعه، كان الموزع فيها الاستاذ اندري رايدر، كان موسيقار يوناني موجود في مصر. والى الان ما حدش بيقدر يطلع المقدمه دي زي ما اتعملت زمان الحقيقه، يعني لما بيضربوها دلوقتي في الاوبرا لما بتتعمل. طبعا هم مشكورين طبعا الاوبرا انها بتعيد الحاجات الجميله دي، بس المقدمه رائعه. يعني شفنا هنا الاستاذ عبد الوهاب كرجل ناضج هيرد يقول ايه، وشفنا الاستاذ عبد الحليم كشاب سائر في قمه الغضب. نروح اللي هم لا مش انا اللي ابكي وجبار وجبار. الاغاني زي ما بقول لحضرتك كلهم بنفس المعنى اللي هو فيها هجران وحب انتهى. تعال نشوف بقى الفنانه الجميله نجاة الصغيره في الشوق والحب، الحان الاستاذ كمال الطويل. الله ده. والاسم الجميل اللي فيه السخريه اللي معهوده في كلام حسين السيد، زي ايه؟ كنت بتسلي ايديك بتاعت نجاح سلام. زي عبد الوهاب ده انا راح شبابي هدر ولا كانش عندك خبر. وهنا الشوق والحب حلي. يعني تخيل السخريه، يعني عايزه تقول ما انا كنت موجوده. الشوق والحب حلي دلوقتي بس حلي.
زي ما بنقول السخرية انها بتقول له ما انا كنت موجودة يعني انا طول النهار انا رحت فين دلوقتي بس الشوق والحب حلي دلوقتي بس حلي عايز تعيد اللي فات الحب والذكريات عشان ترجعني لزمان علشان توريني الهوان لا كنت اقول لك خاف على قلبي وداديه شوف كلمة داديه دي لطفل صغير طبطب عليه كده خليك حنين يعني واشتريني من عذابي واشتريه حس بيا خاف عليا خش قلبي وارحمه احسن في يوم مش هتلاقيه كلام ست مفيش راجل يقول كده صح كلام واحده ست شوف بقى الست اللي صعبان عليها نفسها صعبان عليها اللي جرالها شوف يا قلبي اللي بكاني وهد كياني جاي دلوقتي يقول سامحيني شوف يا قلبي اسود قلبه مره رماني وراجع تاني عشان يرميني الشموع اللي طفتها يا قلبي شمع مستحيل تولع له تاني والدموع اللي اشتريتها بعمري دمعة مستحيل هيشوفها تاني الله. برضو لا يمكن راجل يغني هذا الكلام لا نفس الشموخ بتاع عبد الوهاب افندم نفس الشموخ بس ايه بقى صعبان عليها نفسها استاذ عبد الوهاب ست بقى يعني يعني مش بيوع... لا مش بي... خلاص يعني مش معذب لكن هي محروقة على حب العمر اللي ضاع منها وصعبان عليها نفسها مصيبة انه راجع تاني بيه وراجع تاني فبتقول له بقى بعد كده حتى قول لي جاي ليه راجع تاني ليه بعد الحب ما راح بعد الشوق مرتاح واحب هنا اقف قوي عند كلمة الشوق ارتاح ليه اختارها يعني اي نوع من الحب هو حالة مستمرة دائمة حتى حبي لأولادي مثلا ما هو وصل للأقصى وبحبهم جدا وبموت فيهم يعني حاجة مستمرة الشوق بقى لما يبقوا مسافرين بتعب بيوجعني في اشتياق فهنا بقى بعد الحب ما راح بس بعد الشوق مرتاح الكلمة انه حتى الاشتياق واللهفة ما بقوش موجودين لا ارتاح الشوق ارتاح بعد الحب ما راح بعد الشوق مرتاح راجع تاني ليه هتقول ايه بعد ايه لا كفاية مش هقاسي مرتين هنا بتقول حاجة شبيهة بكلام عبد الحليم لا كفاية مش هقاسي مرتين لو رجعنا تاني يمكن ابقى زيك واخدعك والنار معاك تصبح نارين الله. عبد الحليم كان قال ايه ما قالش هيخدعها هي وقال هيخدع اي حد لو حصادف اي قلب مخلص مش هامن له وصونه وانضحك في عينيا هضحك واخدعه ويمكن اخونه هي بتقوله لا انت اللي لو رجعت تاني يمكن ابقى زيك واعمل فيك زي اللي انت عملته فيا وابقى زيك واخدعك والنار معاك تصبح نارين الله. دي من الحان استاذ كمال الطويل اغنيه جميله جدا هي لما بتقول الشيء ارتاح الشوق بعد الحب ما راح بعد الشوق مرتاح بعد الشوق مرتاح ما هو الحب لما راح ما هو الحب مرفق بالشوق يعني بيبقى فيه عقوق وسافر ولا حاجه في الاشتياق طبعا لما الحب راح ما عادش اشتياق ده ارتاح ده نام بالظبط لكن هو الشوق اللي بيعمل الوجع وبيعمل ما هو قدر بس يعني الحب شيء مستمر ومستقر الى حد كبير انما الشوق هو اللي ايه زي ما يكون عندك خط بياني كده وكل شويه فيه زياده في الشوق لما حد بيسافر لما حد بيبقى عيان الاشتياق ده بيزيد فهنا ده رد فعل الفنانة نجات متقارب جدا مع الأستاذ عبد الوهاب وأستاذ عبد الحليم بس من وجهة نظر المرأة اللي دايما صعبان عليها نفسها وصعبان عليها عمرها اللي راح مع شخص لا يستحق
الفرق الزمني بين التلات اغاني دول ايه؟ هم كلهم ستينات. ستينات الحقيقه مش متاكده من يعني لا في المرحله دي في المرحله دي في المرحله دي ممكن تكون لا مش انا اللبكي الاول انا عارفه ان معبود الجماهير كان سنه 67 بس دي يعني اغنيه شوق الحب مش متاكده. هتكلم بعد كده علشان نبقى اخذنا موقف امراه وامراه اخرى. المراه الاخرى هنا مين؟ فايزه احمد. صوت الجميل جدا جدا في اغنيه جميله اسمها حمال الاسيه. حمال الاسيه. حمال الاسيه ظالمينك حبايبي وبتنسى الاسيه طول عمرك يا قلبي حمال الاسيه ظالمينك حبايبي وبتنسى الاسيه طول عمرك يا قلبي حمال الاسيه يا قلبي حمال الاسيه تاني الاسم جذاب جدا حمال الاسيه ان القلب ده قلبها ده يعني بيستحمل هو حمال الاسيه من ناحيه انه بيستحمل كتير عشان خاطر حبايبه ده موقف تاني خالص غير موقف الفنانه نجات فبتقول حمال الاسيه ظالمينك حبايبي وبتنسى الاسيه طول عمرك يا قلبي بينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسال عليهم ولا يردوش جواب يعني هم اللي بيغيبوا وانت بتروح تسأل ومش بيردوا عليك ولك في الحب دقة عارفها كل باب تسامح اللي ينسى وتعذر اللي غاب شوف بقى هنا الفرق عشان كده بنقول ايه ما هو امرأة عن امرأة مختلفة والشخص كمان مختلف ما هو في حد يستحق التنازل ويستحق الغفران ويستحق فرصة تانية وفي حد لا فهي شايفة هنا انه حبيبها ده يستحق التسامح هي ممكن تتنازل شوية فبتقول لك في الحب دقة عارفها كل باب تسامح اللي ينسى وتعذر دايما تدي العذر وتعذر اللي غاب وغلب تشتكيه وتقول دول حبايبي حمال الأسية حمال الأسية يا قلبي شوف بقى الجمال هنا أقول لك دول فاتونة تقول لي ده كلام يعني كنت هتصدقي كل حاجة قلبها اللي بيقول لها كده أقول لك دول فاتونة تقول لي ده كلام واقول لك يلا نهجر تقول لي لا لا حرام بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم خصام يعني مبدا حلال عليهم حرام علينا يعني جميل قوي وهنا برضو التضاد بايه بقى بالنفي والاثبات بقى مش حرام عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرام علينا لو نطلب يوم خصام ده هم هاجرينك كتير احنا عايزين يوم واحد بس تقول لي لا لا حرام يخصموك وتصالحهم وتقول دول حبايبي حمال الأسية يا قلبي حمال بس هنا فايزة او الاستاذ حسين السيد هنا خلى الحوار ما بين الشخص وقلبه قلبه ودي جديدة بقى ما هي بقى هي مش قادرة على قلبها فهي بتحاول مع قلبها انه ياخد موقف هو مش راضي تقول ده يوم واحد ده يوم خصام اقول لك دول فاتونة هو بقى يقول لها ده كلام انت تسمعي اي حاجة لا هم سابوناش هم راجعين فهنا الاربع اغاني المضمون واحد اللي حب لم ينجح يعني سابها سابته كده انما الموقف في كل شخص التصرف المختلف واداه او الكلام اللي كتبه كلام مختلف فانا بنتهي هنا لتساؤل حضرتك تاني اما اللي هو عاش التجربه او كده هو الشاعر حاجتين اول حاجه طبعا غزاره خياله خصوبة الخيال ده وغزارة المفردات والكلام والبيان والبلاغة الحاجة التانية بقى مشاعره وإحساسه بالآخر ودي والله كانت حاجة فيه هو شخصيا انت كان ممكن تقعد قدامه إبراهيم بيه تقول له أي حاجة عمرك ما هتاخد منه رد فعل عنيف هو ياخد كلامك ويوزنه ومش هيرد عليك أبدا بانفعال هو يهضمه وكده وبعدين يجي يكلمك عنده استعداد لتقبل اي حاجه فهو كان عنده درايه حلوه قوي بالنفس البشريه فقدر يكتب عن ده عن الغضبان وعن المعتز وعن المستعد ان هو يتنازل وعن المراه المحروقه في كرامتها كل في موضعه
في جزء هنسيب يعني حسين السيد، في جزء حضرتك كنت طفله صغنطوطه مش عارفه، انما في جزء ابتديتي في وقتك ابتديتي تدركي يعني. هل هو كان مثلا من حاجات، ما هو مؤكد انه من حواراته يعني، هو مع الوالده يعني في الحوارات العاديه خدها، هل هو كان بيبقى عنده الوقت انه في حاجات كتيره في الوقت، كان هو مثلا بيكتب الصبح بالليل مش عارف ايه الوقت؟ هو كان يكتب في المكتب يعني، ينزل الساعه 12 من البيت، مكتبه كان في شارع صبري ابو علم في الاول، وبعدين في ميدان الاوبرا، بيرجع 7 بالدقيقة. لازم بالعكس كان بيدينا وقت من وقته كبير جدا. يعني العشاء ده كان مقدس وما ينفعش ما نحضروش، يعني زي ما يكون في امضه كده، يعني لازم يا نخرج قبلها يا نخرج بعدها، وده الاكله الاساسيه، ويحب ياكل معانا. بعد كده واحنا اطفال كان بيقعد على تمثال هندي خشب كده موجود في كل البيوت المصريه، الف عليه قصص ولا شهرزاد وشهريار. والله كل يوم من الساعة مثلا 8 ل 9 احنا بنسمع الحكاية لغاية ما يقولين يلا بقى قوموا ذاكروا، ونبقى متضايقين جدا بكرة هكمل لكم. فهو كان هذا الخيال يعني هو كان تقدر تقول هو عايش في خيال صبح وليله يعني. بعد كده بقى يسهر يألف لغاية الساعة 2 الساعة 3 الفجر كده، وبعدين ينام. فطبعا كان مهتم جدا انه يبقى معانا، وبالعكس ما كانش بيخرج كتير عكس ما الناس يتصوروا، مثلا كان شكله حلو وبتاع. طب هل مثلا حكايه العائله زيارات عائليه والكلام ده كله، ولا ما دي ملوش؟ طبعا والدته بقى، احنا كنا في نفس العماره، جاب لها شقه في البلوك الثاني. واحكي لك حاجه لذيذه قوي عنه، مش عارفه ليه يعني، هي كانت تشرب سجاير بسيط يعني. انا كان عندي اجازه يوم الاحد، الوحيده في البيت اللي عندي اجازه، كان قبل ما انزل لا استني اديني علبه سجاير فيها 5 سجاير وفيها جنيه جديد، ويكتب جنيه جديد مطبقه، ويكتب لها عليه صباح الخير يا ست الحبايب. ما كنتش انزل كل يوم ليوم الاحد اللي هي اليوم اللي انا بنزل لها لوحدي، يبعت لها معايا انا مرسال الغرام بقى اللي نازله له بال5 سجاير دول والجنيه الجديد اللي عليه صباح الخير. والفكره في الجنيه اهو كده، عايز يبعت لها يعني حاجه وعليها اسمه، هي ما كانتش تصرفهم دول على فكره، كانت بتشيلهم. كان انسان جميل فعلا يعني. بعد ما خلصنا، هو دول على فكره مش من الاغاني الطويله قوي يعني، في وقدرت تهجر بتاعه الفنانه فايزه احمد، في يوم وليله، وبعمري كله حبيتك لورده، دول اطول من دول. انما انا حبيت اختارهم علشان الفكره اللي اتكلمنا فيها. وبعدين حاجي بقى الاغاني اقصر كمان، لان انا بيضايقني جدا ان في بعض الناس يعني يقول لك ايه، ان ما هو ما ينفعش النهارده نكتب اغاني زي بتاعت زمان، كان في مساحه ودسامه، والمطربه او المطرب يطلع على المسرح يغني بالنص ساعه والساعه الا ربع. لا مش لازم. الزمن ده، وبرده لوجود الاغنيه في الفيلم، كانت مليانه وعامره بالاغاني القصيره الجميله جدا اللي لم تتعدى الاغنيه فيها 5 دقائق. لحد ما بطله يعني. طبعا. فانا النهارده حبيت ان انا اجيب مجموعه من هذه الاغاني، هنمر عليها بسرعه علشان نشوف قد ايه الاغاني دي على صغرها كانت دسمه، وكانت لم تفتقر الى بلاغه. ومن هنا ببتدي باغنيه الاستاذ عبد الوهاب، اللي انا بشوف برضو ان حسين السيد كان له بصمه عليه، حوله من الاغاني الدسمه الثقيله زي عاشق الروح والحبيب المجهول و الى أغنية جميلة اسمها كان أجمل يوم. كان أجمل يوم. شوف المزيكا بقى. كان أجمل يوم، يوم ما شكالي قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم، يوم ما شكالي قلبي من حبك وأنا خالي. كان أجمل يوم، يوم ما شكالي، يوم ما شكالي. من ظلم الناس
وجفيته في عينيك الحلوة لقيته مرتاح وارتحت معاه. كان لي قلبي نسيته. وبعدين بيكمل يقول ايه؟ شبكتني في حبك نظرة شغلتني من غير مدرة، من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستناه، وحياة من وهبت ليا ارحم من روحي عليا، اجمل من ضي عينيا يوم واحد مش هنساه. ده عبد الوهاب اللي تحول الى الاغاني الخفيفه شويه، حبيبي لعبته، عمري ما هنسى يوم الاثنين، علشان الشوك اللي في الورد، ترعيني قراط ارعيك قراطين، كل دي اغاني لحسين السعيد. فيعني لم تختل الاغنيه لما بقت قصيره، دي اقل من 5 دقايق. نيجي بعدها الاغنيه لها ذكرى لذيذه جدا، هي اغنيه توبة. الأغنية دي فيلم أيام وليالي، ولها حكاية. إنه كان بابا بيعمل عمارة في وسط البلد، وكان معاه الأستاذ عبد الوهاب، كانت واحد شارع الشريف، وبعدين المقاول عمال ياخد منه فلوس وبتاع، فبيقول مش معقولة هي الفلوس دي، مش هيبطل ياخد زي الحنفية. فقال له يلا يا حسين مبروك عقبال التانية. قال له لا، توبة توبة. فالأستاذ عبد الوهاب قال له على فكرة خليك فاكر المطلع ده، ينفع مطلع أغنية. ده بابا كاتبها بخط إيده على فكرة. آه والله كاتبها. بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة 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 توبة، إن كنت أحبك تاني توبة. بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني. يا ما توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد سقاني ويا ما القرب ضناني، وإن فطيفك يوم في منامي وجه صحاني برضو أطوعك بس هي نوبة. كل كوبليه هينهي بنوبة. توبة إن كنت هصدق تاني كلامك، مهما هتسأل مش رح أصدق حتى سلامك، بس وعدني أوعى تبكي وأنا قدامك، لحسن اكدب روحي واقول اهي نوبه. اه من حيره قلبي واه من دمعه عيني، كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني، اجري واسال عنك قبل ما انت تجيني، اضحك نوبه وابكي نوبه. الله. الاغنيه دي كانت اول اغنيه للاستاذ عبد الوهاب مع الاستاذ عبد الحليم في فيلم ايام وليالي. فالاستاذ عبد الوهاب كان عايز ينافس بيها الشباب اللي كانوا بيلحنوا لعبد الحليم حافظ وقتها، الاستاذ الموجي والاستاذ الطويل وبلي حمدي. فقال لبابا انا عايز اغنيه الناس تطلع من الفيلم بتغنيها، وفعلا لحنها يحسسك ان اللحن على طول هيلقط، والكلمه توبه. وهو رجع للصفحه اللي كان كاتب فيها الذكرى دي وقال وكانت توبه، بعدها بمثلا سنه ونص او حاجه كتب اغنيه توبه بناء على المطلع اللي اقترحه يعني الاستاذ عبد الوهاب بعد العماره بعد أيوة. سنه ونص بعد كده نيجي لاغنيه الحب اللي مفيش حد مش هيقولها لوحده بيحبها، اهواك. اهواك من فيلم بنات اليوم، الحان الاستاذ عبد الوهاب. اهواك كان فيلم ايه؟ بنات اليوم. وكان مين اللي قدام؟ ماجده فنانه ماجده. والفيلم كله بتاع بابا يعني، حتى فيه قلبي يا خالي وظلموه وعقبالك يوم ميلادك، كل الاغاني كانت بتاعت هو في بابا. الافلام لما بيجي يكتب الاغاني طبعا لازم يقرا الفيلم كله طبعا. وهو بيختار الموقع ويختار مكان فين هيبقى فيه اغنيه. يعني هو اللي بيختار، يعني هم بيقولوا له مثلا عايزين 4 أو 5 أغاني الا اذا كان في اغنيه معينه زي جبار مثلا او زي عشان في موقف عشق الروح. لكن غير كده بيبقى عنده كارت بلانش، يعني انت شوف ايه المواقف اللي تحب تكتب فيها. واتمنى لو انساك وانت روحي وياك، كن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. أهواك دي يا إبراهيم دي مثلا حوالي 8 سطور كم؟ 8 سطور أو 10 سطور، أغنية قصيرة جدا، هي المقدمة وبتتعاد. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني،
وانساك وتريني بنسى جفاك، واشتاق لعذابي معاك قل دموعي فكراك، ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك، ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني. تاني الارتباط بالفيلم، هي مفروض ان ماجدة كانت بتحبه وهو مش حاسس بيها، فهو بقى لما ابتدى يحبها بيقول ولاقيك، هي اللي كاتبه الكلام، المفروض في الفيلم ماجدة اللي كاتبه الكلام ده، هو لاقي على البيانو الاغنية، فهي بتقول ولاقيك مشغول وشغلني بيك، وعناية تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري. الله. الموقف اللي بيحصل بين اتنين بيحبوا بعض او لسه ما اعلنوش هذا الحب، فهو يبص لها وهي تبص له بس تروح مدوره وشها، لا قال يعني مش واخده بالها. ولاقيك مشغول وشغلني بيك، وعناية تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري، ورايك واصحى من الليله ناديك وابعت روحي تصحيك، قوم يا اللي شغلني بيك جرب ناري حس باللي انا حاسه بيه. فاغنيه قصيره جدا ومرتبطه بالفيلم، ويعني متهيألي الاستاذ احمد رامي مره بابا قابله بعد مثلا ما كان بقاله بيشتغل مع الاستاذ عبد الوهاب 7-8 سنين وعمل له افلام كتير وعمل الاستاذه ليلى مراد، فراح اتعرف بيه وقال له انا فلان، راي حضرتك ايه في شغلي؟ فقال له مش بطال، بس تعال اسالني بعد 10 سنين. بعد 10 سنين جه ساله او شافه بعد 15 سنة، كان نزل فيلم شاطئ المرح بتاع الفنانه نجاه وكان فيه اغنيه القريب منك بعيد، فسلم عليه اتقابل بقى بحراره اكتر وقال له يا حسين الاغنيه دي انا مش عارف انت جبت منين، القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب، كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. فالاغاني اللي احنا بنتكلم عنها النهارده يا ابراهيم بيبي عاشت ايه؟ 60 سنة؟ مش 10 سنين. عاشت 60 سنة فعلا. يعني هنختم بايه؟ هنختم بايه؟ انا عندي حاجات كتيره في بيع قلبك. خلاص لو سن السبع ونقلها تاع طيب. انما اولا خلاص نختم نقول يا ابو ضحكه جنان لفريد الاطرش معاكي على ما تحضريها. طيب يا ابو ضحكه جنان كانت من فيلم حكايه العمر كله. وممكن هو أنا طبعا كان الشغل مع الاستاذ فريد، كان بالنسبه للاستاذ حسين السيد كان اقل كتير او من ابو وهاب طبعا. طبعا اقل كتير، بس منهم اغاني ما تتنسيش، يعني يا ابو ضحكه جنان مليانة حنان، يا ابو ضحكة جنان مليانة حنان، اضحك كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول. نرجع تاني للتسميات، كلمة يا ابو ضحكة جنان برضو بقت كلمة بتتقال يعني على أي حد ضحكته حلو، فشوف وصف الضحكة ازاي، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول، لها صوت بيقول أنا مش مسؤول لو حد اتحير أو بات مشغول. اللي أجمل منها ضحكتك الحلوة، شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على تفاحتين، والأول مرة بتشوف العين الفاكهة بتطرح على عود ياسمين. إيه بقى ده؟ يعني عمر الفاكهة هتطرح على ود ياسمين، وقال شوف نطقت في خدودك على تفاحتين، والأول مرة بتشوف العين الفاكهة بتطرح على ود ياسمين. طبعا يعني كان في أغاني زي ماليش أمل بتاعت الفنانة ليلى مراد، أغاني ليلى مراد كلها مثلا، لأن الفيلم الغنائي، ما هو لما يبقى فيلم غنائي فيه 5-6 أغاني هتبقى الأغنية قد إيه؟ مش هتزيد عن 5 دقايق. فده بيدحض المقولة إن الأغنية القصيرة كان لازم تبقى مسلوقة يعني. لا 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 لا، أنا في تقديري أن الذي حدث في الأغنية المصرية هو الجزء المكمل للفيلم المصري. في الثمانينات بدأ ضرب الفيلم المصري. لما طلع الأفلام، لما سمحوا بأن الفيديو شريط الفيديو يخش فيه إعلانات في السعودية وغيره. ففي 85 و86 اتعمل حوالي 1000 فيلم. أيوة. مصر السينما المصرية بتعمل 17-18 فيلم، طبعا افلام كلها ل 10 ايام و15 يوم، انما كان عشان يوقعوا السينما المصرية.
نفس الحكايه جت في الاغنيه، بس فاتت فتره زمنيه وابتدت الاغنيه بصوره او باخرى، طلع لنا حد اللي يقول لي هي واللي يقول لي بيه واللي مش عارف ايه، اي كلام وتعمل ده كده يعني. صح، زي ما الاستاذ عبد الوهاب قال الناس بقت تسمع بعضلتها عشان ترقص يعني، بقى الهم الاول. وده اللي احنا بنشوفه للاسف في الكليبات يعني اللي موجود. الدكتوره دلوقتي احنا يعني مطلوب من حضرتك، احنا خلال الفتره الزمنيه بنبتدي التسجيل. أيوة. يعني تسجيل هذا التراث كله عشان هنحطه على السايد في بتاع القناه. شيء جميل طبعا. يبقى كله بصوت حضرتك يبقى موجود عشان محدش يجهد دماغه ويقرا، وعشان الشعر محتاج ان حد يقرا يعني عشان يتقري صح. أيوة. ده الجزء الاولاني. هتعمل لهم تصنيفه انت وما اعرفش ازاي ما هتعملي ده. هي الفكره كلها ان عندما نسمع هذا الكلام واللي هيبتدي يسمع تاني الشعر بالالقاء بالطريقه دي هيحس ان الموضوع كانه من اول مره بيسمع كلام. وانت حضرتك بتقري النهارده الاغنيه، شوف احنا سمعنا الاغاني دي كم الف مره، انما الواحد بيحس بالمعنى اكتر في لما بيكون كده. هو ده طبعا يعني برضو برجع واقول شيء جميل، ان شعر حسين السيد مجردا من اي حاجه، من اي صوت او لحن او اخراج خلال قائم بذاته يعني. الحمد لله ان الناس بتسمعه وتنتشي كما لو كان بيغنى برضو. تحب حضرتك المره الجايه ممكن ناخد منوعات حسين السيد في الافلام، تبقى تشكيلة من الأغاني اللي في الأفلام اللي هي الأغاني الجماعية أو الاستعراضية؟ يا دكتورة أنت اللي سايقة، أنا معرفش الموضوع ده، أنت حضرتك في الاختيارات. هو في الأول في الأول وفي الآخر هي الفكرة كلها، كل فكرة كلها إن إحنا بنحاول نعمل فرصة لتذوق سماع الشعر كإلقاء، ما هوش ملحن ولا عليه بالزبط. لا معاه مزيكا ولا معاه مطرب ولا معاه حاجة، صح، لأنه هيتسمع بطريقة تانية خالص. وإن الناس تبتدي تركز فيه، ما هو لو الناس ركزت في الكلام الحلو كانت تركز في الكلام اللي مش حلو وتكرهه وتلفظه. هم للأسف حتى الكلام اللي مش لطيف مش مركزين فيه برضه، هم زي الأستاذ عبد الوهاب قالهم عايزين يرقصوا وخلاص. لا يعني أنا بس بقول لأن لازم دايما في أي فترة لازم نحس إن إحنا عايشين وإن إحنا كويسين. لما حصلت هزيمة 67 للحظات تصورنا ان احنا ضعنا، انما اراد ربنا سبحانه وتعالى ان يحصل امتحان بعد 20 يوم 21 يوم من المعركة، حارس معركة راس العش، حسستنا ان احنا عايشين. لا ده احنا عايشين وان احنا لحمنا مر، هم اليهود الصهاينة عرفوا ان احنا لحمنا مر، واحنا عرفنا ان هم الريش لا يقهر. انا النهاردة لازم نحرف ان احنا عندنا كلام وعندنا شعر، والارض اللي طلعت حسين السيد ارض تطلع زي حسين السيد تاني وتالت ورابع، واللي طلعت مرسى عزيز جميل، واللي طلعت الشرع الجمال دول. بس لازم نعرف ان احنا عندنا حاجه كويسه، ما ينفعش الناس تتصور او الشباب يتصور ان ده رصيده تك 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 تن تن تن، ده ما ينفعش. ده هي دي الموضوع. صحيح. فعلى حضرتك مسؤوليه يعني في المساله دي. لا كتر خيرك حضرتك والله ان اديتني الفرصه دي، انا سعيده جدا. دكتور احنا هنكون ان شاء الله اذا اراد ربنا الخميس الجاي ان شاء الله، والاغاني اللي هي في المنوعه بتاعت الافلام باذن الله نلتقي الخميس الجاي ان شاء الله. شكرا دكتور حمد. اشكر حضرتك. بشكر حضرتك وتصبح على خير.